اهلا وسهلا بكم مره تانية، ونلحق نشوف البيتزا بتاعتنا اللي استوت بقى شكلها جميل قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى انا عايز اعمل ايه تاني مع البطاطس اللي احنا قلنا هنقدمها للاطفال. هجيب الطبق بتاعي مباشره، اجيب البطاطس، اجيب الكريم اللباني، في عندي ايه تاني، زيتون، اجيب العده كلها بتاعتي قدام مني كده، اجيب الشوكه، شويه من الكريم اللباني كمان، شويه كمان شوية. معلش بقى ايه، ننظف ده كده. ابدأ اشوف انا هعمل ايه مع ده. بهرس، اجيب الملح والفلفل الابيض بتاعي على طول، انا هتبل بس مش اكتر من كده، هحط شوية ملح وفلفل ابيض أهمت. بطاطس دي اساسا مفيده قوي في الشتاء، طبعا حاجه غنيه بالنشويات، تحول طبعا في جسم الانسان لسكريات وتدينا الطاقه. لو انا عايز استخدمها للتخسيس بحطها بسلقها مع من غير ما احط لها ملح في الميه. قولوا بطاطس للتخسيس، اقول لكم اه احنا قلنا مره قبل كده برضو، ونكرر تاني اللي بالاول لاول مره بيشوفنا. يبقى كل اللي انا عملته مع البطاطس ديت ان انا سلقتها وحطيت عليها، انا طبعا ديت انا سلقها حط عليها سنه ملح بسيطه، طبعا انا مش عايز اخسس الاطفال بتاعتي طبعا. بسم الله. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه مع الايه، القابله اللي انا عملتها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز انا اجيب معلقه ابدا اسويها، بعد ما اسويها هيبدا يظهر الملامح بتاعتها. لغايه دلوقتي لسه ما ظهرش اي حاجه. فكر بعض احنا عملنا البيتزا ازاي. عجينة البيتزا ديت عجناها بالماء الدقيق، حطينا عليها زبادي، حطينا عليها لبن، حطينا عليها بيض. شوف بقى الحتة اللي هي بتاعت العرف بتاعت الفرخة. حطينا عليها خميرة، حطينا عليها سكر، تمام. دي كده نجيب واحدة تانية، هتقول اللي انت بتعمله ده حاوي، هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه.
نكمل مع بعض برضو. احنا عملنا الخميرة العجينة ازاي؟ قلنا دقيق، قلنا بيض، كريمة لبن، ماشي، وحطينا عليها الخميرة والسكر، دوبناهم مع بعض الاول، وبعد كده عملنا ايه، دوبنا كل دي مع بعض، عملنا العجينة بتاعتنا وحطينا عليها الزبادي وعجننا العجينة بتاعتها وسبناها تخمر ربع ساعة، وبعد كده حطينا فردناها وخليناها تخينة شوية بحيث انها تديني هي اللي بدأت تظهر معايا. ممكن نريح دي شوية كده. انا كل ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الاطفال بتاعتنا دول. خلاص اجيب بقى كرات واجيب ده كده، هبدأ انزل بده كده، وممكن اعمل حركة تانية اهيت. كده بالشكل ده بقيت معايا شكل الفرخه، قريبه من شكل الفرخه. انا كل ده بلعب بالاشكال اللي معايا. كل ما قدرنا ووصفاتنا موجوده فين؟ على احلى قناه، قناه ست البيت. نتمنى نسمع صوتكم وتقولنا رايكم، ولو في اي استفسار احنا دايما موجودين معاكم، هنرد على الاسئله بتاعتكم وهنرد على كل حاجه بكل حذافير. ولو انت المطبخ غاوي اوعى تركز مع الحاوي، لا ركز مع الحاوي. نلم مكاننا ننظفه ونظبطه كده عشان ايه كده. احنا خلاص وصلنا نهايه حلقتنا النهارده. عملنا معاكم بيتزا امريكي، وعملنا معاكم طبق بطاطس خفيف وسريع جدا 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 للاطفال. تمام، كل وصفاتنا ومقاديرنا موجوده على احلى ويب سايت لاحلى قناه، هي قناه ست البيت. ولو انت المطبخ غاوي هتركز مع مين؟ هتركز مع مين؟ هو الحاوي. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.